هذا الاتفاق يعني صادق عليه المجلس الإقليمي بالإجماع، كتهم إنجاز واحد العدد ديال المشاريع المهيكلة في قطاع الثقافة والرياضة بالإقليم، اللي فيها جوج ديال الملاعب وشوشبة مهيئة في جامعة تيغمي وتفراوت، في دار الشباب في منطقة ديالها في ليغير في الحدود الشرقية ديال الإقليم، فيها مركب سوسيو، مركب متعدد الاستعمالات، نشاط متعدد الاستعمالات في تفاوت، ولكن فيها بالخصوص قرية الثقافة والرياضة بالقطب العمراني موانو بتيزميز، جامعة أجلو كمجال جغرافي على حدود المجال الحضاري ديال تيزميز. هذا المشروع التوطين ديالو في القطب العمراني موانو عنده أهداف أخرى، أولا باش بجانب قرية المعرفة اللي غادا تآوي المؤسسات ديال التعليم العالي، غادي نكونوا بصدد الارتقاء بهذا القطب العمراني باش يكون أحسن واجهة لاستقبال الإقليم، زوار الإقليم، ولا في الطريق المزدوج تيزنيت الداخلة، ولكن كذلك غادي يتيح في الجانب الوظيفي ديالو المشروع هذا ديال قرية المعرفة، غادي يتيح للشباب والساكنة ديال المدينة والإقليم باعتبارها قرية إقليمية، باش أولا الممارسة ديال الأنشطة ديالهم الثقافية والرياضية، ولكن كذلك لاستعمالات أخرى كالتربوس، كاستقبال فرق لا ديال الإقليم ولا خارج الإقليم. دونك دائما مرة أخرى في إطار المكانة ديال الإقليم واللي كيستحقها والمواهب ديال الإقليم والسمعة ديال الإقليم، هذا المشروع كننتظروا منه إن شاء الله اللي غادي يكون بواحد المبلغ ديال 50 مليون ديال 40 مليون درهم، 4 مليار ديال السنتيم كتقدير أولي اللي توقعات فيه حاليا في إطار هذه الاتفاقية العامة، اتفاقية اللي وقعها وزير الشباب والرياضة الأسبوع الماضي واللي منتظر نشرعوا في التنفيذ ديالو ابتداء من السنة اللي غادي تدخل. لا المشاريع الأخرى ولا قرية الثقافة والرياضة التقدير ديالنا وهذا التقدير ديال المجلس كامل أنه غادي يكون منعطف وغيعطي طفرة نوعية، طفرة مهمة للقطاع ديال الرياضة وديال الثقافة في الإقليم.